حفلات الزفاف في الهند تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية، إلا أنه بالرغم من ذلك فلا تزال مجموعة كبيرة من حفلات الزفاف تجد صعوبة في استيعاب مئات الضيوف، والأغرب ما حدث خلال الساعات الماضية عندما رفضت إحدى العائلات الهندية إطعام المعازيم في حفل زفاف ابنهم إلا بعد إبراز تحقيق الشخصية. فما الذي حدث في هذا الحفل؟ وبماذا قررت الأسرة تطبيق هذا النظام؟ وما هي ردود الأفعال التي أحدثتها تلك الواقعة؟ ضجة كبرى أحدثتها واقعة مثيرة شهدتها إحدى المناطق الهندية، عندما شعرت إحدى العائلات بحيرة شديدة بسبب دخول حشد كبير من الهنود مكان الزفاف الخاص بنجلهم، فقرروا تطبيق نظام لم يسمع به أحد من قبل في العالم كله، حيث طلبت الأسرة من الحاضرين إبراز بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهم عند مدخل المكان، وكان أصحاب البطاقة هم الوحيدون الذين يسمح لهم بدخول القاعة. تقول التقارير إن الأسرة الهندية فوجئت بدخول عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى عدد آخر من قاعات مجاورة وموجودة في نفس المكان لمقر حفل الزفاف، وهو ما اضطرها لإجبار الضيوف على إخراج بطاقات الهوية لتناول الطعام. التقارير ذاتها أكدت أن الأسرة طلبت من جميع الحاضرين إبراز بطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهم عند مدخل حفل الزفاف حتى يتم التأكد من موطنهم ومدى قربهم من مكان إقامة العروسين وللتأكد من حملهم بطاقات الهوية، فكان يتم السماح بالدخول فقط لكل من يحمل بطاقة تعريف فقط، كما أن الأسرة قصرت توزيع الطعام على أصحاب البطاقات وفقاً لموقع تايمز نيوز. التقرير أكد أن الأسرة فوجئت عند طلبها بطاقات الهوية باقتحام أشخاص غرباء لمكان الزفاف، فقررت التوقف عن تقديم الطعام للضيوف، واشترطت إظهار البطاقة الشخصية لمواجهة الفوضى، ما أزعج الضيوف الحقيقيين من حضور الزفاف بهذا النظام، إذ كيف يتم اشتراط بطاقاتهم الشخصية وهم يحملون الدعاوى حيث كان هناك عدد لا يحمل بطاقات الهوية. وتتميز حفلات الزفاف في الهند بكثرة الطقوس والاحتفالات التي تستمر عدة أيام، حيث في الغالب يكون عدد الحضور في حفلات الزفاف ما يقرب من 100 إلى 10,000 شخص، وفي الغالب لا يكون للحضور صلة مباشرة سواء بالعريس أو العروس، حيث يعتمد الزفاف في الهند على اجتماع عائلتين وارتباطهما اجتماعياً، مع التأكيد على أن تكون علاقة الأسرتين ببعضهما وثيقة مثلها مثل علاقة الزوجين ببعضهما. وتشترك بعض الطوائف الهندية في عدد من تقاليد الأعراس، منها أن فترة مراسم الأعراس الهندية تبدأ من لحظة وضع التيلاك على مقدمة رأسي العريسين، ولحسن الحظ يتم التعامل مع الموقف بشكل جيد من قبل بعض الناس، في حين ذكرت التقارير أن مشهد إبراز البطاقات الشخصية شهد ردود أفعال كبيرة في مختلف مناطق العالم، حيث تمت مشاهدة المقطع أكثر من 1500 مرة على تويتر. ليست فقط حفلة الزفاف هي التي تميز الهند، لكنها تتميز أيضاً ببعض الأكلات الخاصة بها وتختلف عن الأكلات الموجودة حول العالم، وتعد وجبة الثالي هي الوجبة اليومية الأساسية في معظم المنازل الهندية، وتحتوي على نوع أو اثنين من الخضروات كطبق الدال الهندي، بالإضافة إلى خبز الروتي وفطائر براثا مع الأرز، كما يوجد وجبات هندية تقليدية غير نباتية أخرى كخبز بابا دام والأطباق المالحة وأطباق تحتوي على اللبن الزبادي وغيرها.